السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. يا الجزائريين اللي راهو مقنوط اليوم اللي صرات له كاش عفسه هكذا في نهار وماشي مليحه وكذا، تفرج الفيديو هذا حتى الاخر. خويا الجزائري صدقني القنطه هذيك راح تنساها، او شكرا للبراتيش لانهم في حياتنا. مضحك انتم يا البراتيش، اقسم بالله مضحك لينا احنا الجزائريين. يا ربي خليكم لينا نضحكوا عليكم. هذه هي كشغل انتو هما الكلون تاعنا، ما نحتاجوش احنا رمضان باش نستناو المسلسلات تاع رمضان باش نضحكوا شويه. على كل حال ما ولاو يضحكوا ما والو، لا لا خاوتي نستناو البراتيش يديروا فيديوهات باش نعرفوا الحقيقه تاعهم مليح مليح. انتم اللي خليتونا نشرشيو في الماضي وكذا، دخلت التجريب يا البراتيش على بالي. استقبال اسطوري للشاب بلال، انعمه استقبال اسطوري للشاب بلال اللي راكم تروجوا في اكاذيب انكم زعما قمتم بطرده. بلا ما نوصيكم خاوتي، اول حاجه واهم حاجه اللايكات تاعكم، خليوا كامل اللايكات تاعكم، راهو صاري سينيال من قبل التوانسه والبراتيش تحاماو على القناه. اني دائما نقولها لكم باسكو راهم هبلوا تاع الصح. وبلا ما ننساو التعليقات، علقوا باي تعليق، المهم علقوا وتفاعلوا، يا لو كان نقطه معليش. فهمتوا خاوتي؟ لازم نديروا اليد في اليد. خاوتي الجزائريين شفنا بلي البراتيش راهم دايرين حمله يعني مصعوره على الشاب بلال وانه نطردوه وكذا. علاش؟ لانه كانوا زعما على حساب واش يقولوا هما. انا قلت لكم بلي كذبه هذاك الخرطي تاعهم، قالوا بلي كان معروض الى ملتقى التفاح، وما عندهم ملتقى التفاح البانان غير على كرشهم، راكم فاهمين المشكلة على كرشهم ويجيبوا مغنيين. انا مازال ما فهمتاش واش مدخل التفاح في الشاب بلال. المهم عيطوا للشاب بلال ومن بعد قال لك لا ما عيطنالوش وطردناه وكذا، وداروا زعما بيان يا خوتي واحد ما هم سني عليه. حبيتوا تشوفوا كيفاش يقدسوه هذا الشاب بلال خوتي اللي راهم طايحين عليه الان؟ دوك تشوفوا كيفاش يقدسوه. خويا الجزائري استعد باش تضحك، هني نقولها لك. روح هذيك هو شكون؟ الشاب بلال. انا بغيت اليوم اون اكسكلوزيفيتي حصريا اليوم في البرنامج راشد شو. بغيت نستناو واش يقدم له، ما على بالناش. قدم لك واحد السيد اللي معجب بك بزاف لدرجه انه سمى راسو بلال المغربي وتقلدك ما تمسخرش. خوتي يحبوه ويعبدوه الى درجه انه سماو بنادم مغربي الشاب بلال. ما كان الشعب يعبد الشخصيات كيفكم انتوما. وبغى اليوم جميل الكناس عرفك معانا وجا بغى يسلم عليك. اني متشوق باش نشوف الشاب بلال هذا المغربي، والله اني متشوق خاوتي. وبغى يتصور معاي وبغى يتعرف عليك. هو شرف لينا هذا. يلا نصفقوا على بلال المغربي. راهو سيسبانس خاوتي، والله اني نستنى بفارغ الصبر. هيا ترى وقفوا له وقفة احترام كما يقولوا. او تخلى خاوتي او تخلى اصبروا. شوف ها شوف بالفرحة كان غيطيح. من الفرحة كان حيطيح يا خاوتي، ما راحت له المشية. هذا مغربي يا خاوتي بصح يا سبحان الله حتى هو اصلع. كيفاش يبوس فيه؟ ناقص غير يزدي بوس له يده. شوفوا خاوتي مش هذا الشاب بلال خاوتي. انا خلاص راسي حبس خاوتي اقسم بالله، مش الشاب بلال هذا. سبحان الله فوتو كوبي عليه. اهلا. اذا كما كتشوفوا حصريا معنا حصريا ثاني حصريا هذا الشاب بلال. الشاب بلال المغربي اللي كيما شفتو مقلدو في التقريعه. شاب بلال شوفوا شوفوا خاوتي ماهوش مامن على بالكم انه كاين عباد يعبدوا لهذه الدرجه. في الدادر في القدومه. شاب بلال شاب بلال ما نقولش الجزائري وانا نقول شاب بلال حيت هو بلال. انا شاب بلال المغربي ورا به انا زعما قال لك واحد المثال كيما يقولوا على وجه السكه دوز تران. الله يحفظك. يا اخي عيبات خاوتي خاوتي فهمتوا الان ولا مازال ما فهمتوش؟ اذا ما فهمتوش نفهمكم مليح. يو الامنيه تاعهم انه لو كان جاو هما جزائر يسموهم جزائر وعندهم شاب بلال جزائري اكون فاهمين وعايشين حياه الجزائري ما يبوسوش ليدين.
هذا هو السبه كامل فواش راهو صاري خاوتي الان في التهجم تاعهم. هاكم تشوفوا واش هي الامنيه تاعهم. خي دائما نقولها لكم باللي اذا لقيت واحد يسب وكذا ويتهجم اعرف باللي الامنيه تاعو انه يكون جزائري. هاو الدليل. شكرا شكرا لله. عم واحد كان تيقول لي لا ما تغنيش بلال، ما تشغيف بلال بوحدو، لا ما بلال يغني هكا يغني مون. انا فضلت نغني غير الستيل ديال بلال. الحمد لله واكل شارب مكس. الحمد لله يسترزقوا بالجزائر في كل المجالات خاطي. هاكم شفتوا سمعتوها بعينيكم راه واكل شارب، يعني كشغل هما عندهم الحياه تاكل تشرب خلاص. هذه عبوديه عن بالك ماشي حياه هذه. سي عندي سياره غيب لو ستيل ديال بلال. الحمد لله وبخير الحمد لله دامين. الحمد لله الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقنا جميعا الحمد لله. وعندي لي زالبوم ديالي اللي راه الناس. ايه سيدي ندير دي زالبوم. شاب بلال المغربي تاع واد كنيز. جابوه من واد كنيز ولا جابوه من لاشين، لبسوا له كيما بلال، داروا له بوك كيما بلال، فرطاس كيما بلال، محفف بولا زيرو يا خاوتي. مالقري عنده الشعر بالك محفف خلاص بولا زيرو كيما بلال. خاوتي مهابل هذو الناس، اقسم بالله مهابل. ودرك طايحين علينا بطاطا خشينا. ما همش حابين شاب بلال. يا والله ما هو سامع بيكم. اي والله غير ما هو سامع بيكم والحكايه والله ما كاينه منها من الاخر. الجمهور يعرفوهم تندير لي زالبوم ديالي بلو ستيل ديال الشاب بلال، وتنحترم الشاب بلال وتنحترم الجمهور الكريم وتحترم السي رشيد. فوق هذا خاوتي يجي ليك ويقول لك حنايا اللي درنا الاغنيه تاعكم وحنا يا ودي واش من ثقافه عندكم. السيد قام بنسخ بنادم جزائري كوباها عليه. انا حصريا غادي نعطيوك هذه الفرصه هذه باش تغني اغنيه ديال الشاب بلال قدام الشاب بلال قدام هذا الجمهور سيقات على بلال المغربي. صفقوا عليه خالتي. تفضل. طلبوا معنا رضاك الوالدين. يا خالتي صوت نشاز، تعرفوا النشاز هذا هو الصوت النشاز. ما كان لها نكمل نسمع باسكو لو كان نكمل نسمع حاسة السمعة تولي ما تخدمش والله. نزيدكم معلومة اللي ما على بالكمش بها، هذه القناة اللي دارت الحصة هذه خوتي هي حصة دؤام اللي هي قناة وطنية بالنسبة لهم. كيما احنا عندنا اليتيمة هما عندهم دؤام هذه. شفتوا خوتي وجايين علينا شاب بلال شيكوركم. شاب بلال كنتوا تستقبلوه استقبال ملكي. هاي الحقيقة قدامكم خوتي، هذه الحقيقة. حابين يوليو جزائريين ما قدروش يوليو جزائريين. تسمى يا خاوتي اذا لقيتوهم يتهجموا كيما هكذا تعليق بسيط كذا روحوا قولوا لهم حلمكم انكم تكونوا جزائريين. الله غالب طحتوا بواسين للدين وبواسين رجلين. هذا ما كان سهله خاوتي والله، هذه الحقيقه ما نزيد عليكم ما والو. انا نهضر بالدليل، انا مانيش كي البراتيش يهضروا باش يهضروا وخلاص. كيما هذاك الفايح تاعهم يجيب لهم ورقة كاتب هو المعلومات هذيك ويبدأ يهدر. لا أنا نجيب لك بالدليل. هاي الحقيقة تاعك البرتوشي، هاك تحكي على الشاب بلال. هاي الحقيقة تاعك مع الشاب بلال. أنت كنت فان تاع الشاب بلال، كنت تموت على الشاب بلال. ماشي كنت، ما زلت تموت على الشاب بلال. ولو كان تلقى الشاب بلال قدامك واش دير له؟ تبوس له يديه وتقول له عاش سيدي الشاب بلال. تاع عبودية وسقلة وكيف انتم خاوتي الجزائريين كيما وصيتكم اللايكات تاعكم. يا والله ماني طالقهم. السلام عليكم.